بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو المجلس 36 من مجالس أسرار صلاة. وأقول أيها الإخوة ما كنت قد رددته كثيرا: يا ليت شعري هل تحسنت صلاتنا ونحن نتذاكر مثل هذه الكلمات العظيمة من ابن القيم رحمه الله تعالى، مع ما فيها من التنبيه إلى آيات وأحاديث ينبغي أن تتأملها القلوب لتصلح صلاتها فتصلح أحوالها. أيها الإخوة، لا نزال في الكلام عن الركوع، وقد قرأنا أكثر كلام ابن القيم رحمه الله عن هذا الركن العظيم، وبقي شيء يسير نقرأ ثم ننتقل إلى ما بعده. قال رحمه الله: وتمام عبودية الركوع أن يتصاغر العبد ويتضاءل بحيث يمحو تصاغره كل تعظيم منه لنفسه. انظر إلى هذا الكلام: تمام عبودية الركوع أن يتصاغر العبد ويتضاءل، يعني إذا انخفض جسمك فلينخفض قلبك، ليكن هذا التصاغر للقلب قبل أن يكون للجوارح، هذا مراده. قال: وتمام عبودية الركوع أن يتصاغر العبد ويتضاءل بحيث يمحو تصاغره كل تعظيم منه لنفسه. إذا كان في قلب أحدنا تعظيم للنفس فليمح هذا، فليمح هذا بالتصاغر الذي يفعله أحدنا في ركوعه. قال: ويثبت مكانه تعظيمه لربه، وكلما استولى على قلبه تعظيم الرب ازداد تصاغره هو عند نفسه. فالركوع للقلب بالذات والقصد، وللجوارح بالتبع والتكملة. هذه كلمة عظيمة قد أشرنا إلى مضمونها في الدرس السابق. يقول: الركوع للقلب، هو الأصل أنه للقلب بالذات والقصد، وأما الجوارح فهي تبع له. قلنا قبل إن الركوع فيه أنك تعطي قلبك حاجته من العبودية. القلب لا بد أن يخضع، لا بد أن يتعبد، فإن لم تجعله يتعبد لله تعبد لغير الله، ولا بد، والله المستعان. فلنكن حريصين أيها الإخوة على الشعور بلذة الركوع وأسراره. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن القيام بعد الركوع، فقال: ثم شرع له أن يحمد ربه ويثني عليه بآلائه عند اعتداله وانتصابه ورجوعه إلى أحسن هيئته، منتصب القامة معتدلها، فيحمد ربه ويثني عليه بأن وفقه لذلك الخضوع. ثم نقله منه إلى مقام الاعتدال والاستواء بين يديه واقفا في خدمته كما كان في حال القراءة في ذلك. ولهذا قال: ولهذا الاعتدال ذوق خاص وحال يحصل للقلب سوى ذوق الركوع وحاله، وهو ركن مقصود لذاته كركن الركوع والسجود سواء. يقول: القيام بعد الركوع له ذوق خاص. لا تظن أنك انتقلت من الخضوع إلى العلو والكبرياء، لا، أنت اعتدلت لتتهيأ إلى خضوع أعظم، ثم في حال اعتدالك هذا بعد الركوع أنت ناكس الرأس مثن على الله عز وجل، حامد له، ذاكر له بأجل أوصافه. فهو ركن عظيم أيها الإخوة. القيام بعد الركوع ينبغي أن نتذوقه، ولا يكون حال أحدنا فقط أنه ينتظر متى يسجد، لا، ينبغي أن يعيش هذا الركن بالحمد لله. فأنت تسمع الإمام يقول: سمع الله لمن حمده، أو أنت تقول ذلك إن كنت منفردا أو إماما، فتقول: سمع الله لمن حمده، أي سمع سمع إجابة لمن حمده. إذن فاحمد ربك بقلبك قبل أن يكون بلسانك، واعلم أن حمدك هذا تهيئ للدعاء الذي في السجود، فإن الحمد يشرع قبل الدعاء،
الثناء على الله عز وجل مشروع قبل الدعاء كما هو معلوم. فأنت تقول سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله عز وجل، سمع الله سمع استجابة لمن حمده، فتقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، وتأتي بعد ذلك بالحمد ببعض صيغه. فينبغي أن تستشعر هذا يا أخي، كلمات الحمد التي تقولها بعد الركوع كلمات عظيمة. بالله عليك ركز معي وسأقرأها عليك، سأقرأ عليك بعض هذه الكلمات، ركز معي وانظر كيف ستتلذذ بها لأنك الآن تعيش معي بقلبك. فلماذا لا نكون هكذا حال الصلاة؟ أنت تقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وتقول أيضا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. يعني يا أهل الثناء والمجد، يعني يا رب أنت أهل للثناء والمجد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كلمات عظيمة، ومن لم يكن يعرف معناها فلينظر في معانيها في كتب الأذكار وشرحها، فهي والله تملأ القلب إجلالا لله سبحانه وتعالى. نعم، ولهذا قال كما رأيت: ولهذا الاعتدال ذوق خاص وحال يحصل للقلب سوى ذوق الركوع وحاله، وهو ركن مقصود لذاته، يعني فلا تجعله فقط مقدمة للسجود. نعم هو مقدمة للسجود لكن هو مقصود أيضا. قال: وهو ركن مقصود لذاته كركن الركوع والسجود سواء. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيله كما يطيل الركوع والسجود، ويكثر فيه من الثناء والحمد والتمجيد كما ذكرناه في هديه صلى الله عليه وسلم، يعني كما ذكر في زاد المعاد. قال: وكان في قيام الليل يكثر فيه من قول لربي الحمد لربي الحمد يكررها. هذه اللفظة جاءت في حديث حذيفة رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود بسند صحيح، لما حكى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتطويلهم في ركعة من ركعاتها حتى قرأ البقرة والنساء وآل عمران. والحديث أصله في الصحيح لكن جاءت هذه الرواية خارج الصحيح، وهو أنه قال بعد ركوعه لربي الحمد لربي الحمد، فجعل يكررها حتى كان قيامه قريبا من ركوعه الذي كان قريبا من قيامه ذاك الطويل. قيام عظيم، قيام طويل أيها الإخوة، فيه حمد لله عز وجل. تخيل كم كررها، معناه أنه كررها مئات المرات لربي الحمد لربي الحمد. وانظر كيف قدم الجار والمجرور ليفيد الاختصاص والحصر، يعني الحمد الكامل إنما هو لرب. وانظر كيف اختار هذا اللفظ لربي، وقد قلت قبل إنه ينبغي لنا أن نترنم بهذه الكلمة، إذا قلت ربي ترنم بها تلذذ بها يا مسلم، والله كلمة لذيذة عظيمة. لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد، ترنم بها وستجد لذتها وستعيشها. نعم، والمقصود يا عباد الله أن هذا الركن ركن عظيم، فينبغي لنا الحرص عليه، لأن الملاحظة على كثير منا أنه ربما خشع في القيام الأول قبل الركوع وربما خشع في سجوده، لكن لا يتنبه للخشوع في هذا الركن وهو الاعتدال من الركوع، وأيضا بين السجدتين كما سيأتي معنا لا يتنبه للخشوع فيها، وهذا من الخلل ويعتبر من النقص، بل ينبغي أن تخضع وتذل وتستشعر عظمة هذا الركن الذي أنت فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الصلاة قرة عيوننا والقرآن ربيع قلوبنا، والحمد لله رب العالمين.